بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في كل زمان ومكان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. وبعد، أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأخبار كثيرة تفيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يهتم بأمر معين اهتماما شديدا. من هذه الأخبار ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهله. في هذا الإخبار عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تأكيد لما اشتهر وما تواتر من اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واهتمام الإسلام بالأخلاق. هذا الجانب المهم في حياة الإنسان بشكل عام، والذي يمثل خطورة مهمة في جانب المسلم. أما كونه في جانب المسلم، فأن المسلم ينبغي أن يتمسك بالخلق الحسن في كل قول وفي كل فعل، في كل حركة، في كل سكون. وحين نستقرئ القرآن الكريم نجد الحق جل جلاله حين مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مدحه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وحين نستقرئ سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى غايات مبعثه الشريف إلى الناس أن يتمم الأخلاق، أن يتمم الأخلاق التي كانت موجودة عند الناس بإتمام الناقص وبتقويم المعوج. وهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخبر في حديث آخر بقوله: أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق هو الذي يكون سببا في دخول الناس إلى الجنة. وهو صلى الله عليه وسلم يحضون على هذا الخلق الحسن فيقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يعني الذين يلتزمون الأخلاق. في هذا الخبر الذي صدرنا به الحلقة، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، يعني أن المؤمن الذي إيمانه في درجة عالية من الكمال، ازداد إيمانه بالعمل الصالح، ازداد إيمانه بموافقة أمر الله، ازداد إيمانه بالقرب من الله، لا يصل هذا إلا بأن يتحلى بالأخلاق الحسنة التي تكون ضابطا ومقوما لسلوكه مع نفسه وسلوكه مع الله وسلوكه مع الناس. أما سلوكه مع نفسه فأن يبعدها الإنسان عن كل ما يغضب الله عز وجل، وأن يأخذ نفسه بعيدة عن الشهوات في غير الإطار الذي حلله الله والذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمارس المسلم حسن الخلق مع غيره من الناس بأن يدفع أذاهم عن نفسه، وأن يدفع أذى نفسه عنهم، وأن يتحمل أذاهم، وأن يكون دائما نفع لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق مع الله عز وجل يكون بقيام الإنسان بما أمر، والاجتناب عما نهى، والشكر على النعمة والطاعة، والتوبة من المعصية. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخياركم خياركم لأهله، يعني أحسن الناس في الخلق الذي يكون خير تعامله مع أهله من النساء، وهن يشملن الزوجة والأم والبنت والأخت ومحارم الإنسان. ينبغي أن يكون الإنسان معهم في صورة طيبة من الخلق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نتابع وأن نقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل مع زوجاته، ماذا كان يفعل مع محارمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث الذي بين أيدينا يبين لنا منزلة الخلق الحسن في الإسلام، يبين لنا أهمية الاعتناء بالأقارب، وأهمية أن يكون الإنسان ملتزما معهم حسن الخلق، يبين لنا كذلك أن الإيمان يزيد وينقص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يحسن أخلاقنا بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.